اجت قذيفه بالدور الرابع في بالصالون، عملت جوره كبيره ونزلت من فوق لتحت، هدمت كل هون، عائله كامله تقريبا راحت. في طفله توفت والولد والام والاب بحاله سيئه. هذا عالم اجرامي، ما شفت الطفله شلون ماتت، وقعت من رابع طابق لتحت، مشان شو؟ مشان كل شقفه كم مسلح. فزينا على القذيفه ومن هالعالم بنت مرميه بالارض من الرابع على الارض. طيب هاي حياه، هاي حياه، مو حياه هاي. ما شفت يعني متنا متنا، ما شفتوا الناس شلون نزلناهم. نزلت القذيفه امامي، ما حسيت حالي إلا على الأرض. معظم الإصابات إصابات خطيرة، تم التعامل معها طبعا بشكل دقيق وسريع، أجريت عملية فتح بطن للبعض وترميم إصابات متعددة في العضلات لآخرين، وإيقاف نزوف إصابة في شريان الفخذ للشخص الثالث. تم إحالة البعض إلى مشافي دمشق بسبب الحاجة لعمليات جراحية على مستوى الشرايين الأوعية.